هو إشي كان أول مرة بنعمله، كان هو تجربة حلوة إلنا، كناش متوقعين هالنجاح منه، انصدمنا، بس كان إشي يعني بالنسبة إلنا عظيم. بعض الطلاب حسوا إنه المشروع بالنسبة لي هون أنا لقيت نفسي. تم تشتغل على عملية محورة التعلم، العلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات، بمحور كل تعلم حول محور واحد، ممكن يكون مشكلة اجتماعية، إشي آني اللي هو بحياة الطالب. إذا أنت تبحث بإشي آني في حياة الطالب، بتوصل لدرجة إنه الطالب بذوبت كثير كثير من القيم وبتعلم بشكل أنجح. وجود كفرمندا في سهل البطوط، ارتباط الطلاب الأهالي أيضا في موضوع الزراعة، هو اللي أعطانا هاي الفكرة إنه إحنا نتجه لري المزروعات. إحنا لقينا تبذير بالمياه لما مثل حدا يسقى الورد، قلنا خلينا نعالج هاي الطريقة، يكون فائدة للنبت أكثر، ويكون كمان يعني تقليل للتبذير، توفير كمان يعتبر. أول إشي وصلتنا قطرات على المدرسة اللي هي بتنعمل من أناني بلاستيك داخل التربة عشان يصل لوين؟ قلنا ليش بنتوسع بالإشي، نطوره أكثر كيف ما هو إسا بيكون، إحنا بنعمله أحسن وأحسن. صرنا نطلع بفكرة ورا فكرة تنوصلنا للمشروع قطرات من ذهب. في البداية طبعنا قطارة اللي هي ما نجحتش، ما أوفت بالهدف اللي إحنا بدنا إياه. حاولوا الطلاب يرجعوا للتصميم في البرنامج، شافوا إنه القطارة مش فاضية، عملوا عليها تصليح بعد ما طبعناها، برضو كمان مرة ما أوفت بالهدف المنشود. بالمرحلة الثالثة زبطت معنا القطارة، كمان برمجنا الميكروبيت جهاز بقيس الرطوبة في التربة. الولد بطل يفكر إنه في حل واحد، صار يعطي عدة حلول. وصلنا للطلاب اللي عندها قدرة إنها توقف وتعرض بشكل اللي هو عن جد بشكل مسؤول وبشخصية اللي هي عن جد شخصية قوية، اللي تقدر توقف قدام جمهور، توصل المسار اللي اشتغلته السيارة اللي اشتغلته للجميع. يعني احنا عملنا من تحت بالقواره بيكون في مي، هاي المثال تمتص مي والمي بتضل نقدر نحطها. احنا زي نزيد عليه. مدرسه الزيتون ما قبل ستيم تختلف عن مدرسه الزيتون ما بعد ستيم، عشان حالنا بحريه اكثر. كنا بالحصه العاديه قبل ستيم في شغلات بتروح الي فضول مثل ما كانش المعلم يخلينا، اما بستيم كنت اعمل شغلات جديده ما كنتش اعملها بالحصه اللي قبل. الطلاب اللي هن كان بالنسبه لي حصه العلوم هالقد مملة، اول مهمه جابوها جاهزه من اول يوم. بتخنيت ستيم علمتنا التعاون، العمل الجماعي لحل المشكلات كلياتها. قبل ستيم معلم وطالب، اما بعد ستيم تتناقش مع المعلم، بيستشيرك، باخذ رايه. اجتماع كنا نستشير بعض، قراراتنا كانت وحده. بسرعة عنا هالمنتج. طب احنا عملناها هون عشان تمسك، ما تقعد قاعد مليحة، ممكن على الأرض، على التراب، كذا عشان تفوت بالتراب. أنا كنت صراحة كتير مبسوطة لأني حسيت حالي طورت أكتر، صرت أعرف أكتر. الأولاد كتير فرحوا، زقفوا، انبسطوا. اللي ببسطني أكثر إنه الولد عن جد تعلم بمتعة، وهذا المهم بالنسبة لي، إنه الولد يوصل لهون يكون المدرسة له مكان مشوق ويتعلم بمتعة.